نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحديث الذي ورد وهو أن من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 صلاة كتب له براءتان من النار ومن النفاق، يقول هل هو حديث صحيح؟ الله يحتاج مراجعة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.